تحالف إسلامي راسخ كالجبال. تركيا تنشئ أول مصنع لإنتاج القذائف والذخيرة في ماليزيا. بعد الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إلى تركيا مؤخراً عقب جولته في مصنع الآلات والأسلحة الكيميائية MKE، أعلنت صناعات الدفاع التركية توقيع عقد بين شركتي MKE التركية و MA Analytics الماليزية لإنشاء أول مصنع لإنتاج الذخيرة والقذائف والأعيرة النارية في ماليزيا. كما اطلع رئيس الوزراء الماليزي على مدفع هاوترز يابوز التركي بمقاس 155 ملم ومدافع الهاوترز الخفيفة القابلة للنقل الجوي بمقياس 105 ملمات ونظام الدفاع الجوي القريب 20 ملم، وجرى الاتفاق على شراء بعض من هذه الأنظمة. وفي وقت سابق أبرمت تركيا وماليزيا 7 اتفاقيات تعاون في مجالات عدة مثل الصناعات الدفاعية والصناعة والتكنولوجيا والصحة والإعلام. وقع البلدان الاتفاقيات قبيل مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأبرمت شركة تويار ميكرو إلكترونيك التركية وسيليترا الماليزية مذكرة تفاهم، كما وقعت الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية ساش خطاب نوايا مع مجموعة التكنولوجيا الفائقة الحكومية الماليزية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة NS Corporation الرائدة في ماليزيا.